تعالوا نعمل سلطه مع بعض سريعا كده. السلطه دي فيها كل العناصر الغذائيه، تعمل موز مقلي، تعمل تفاح مقلي، تعمل خروف ضاني، تعمل ديك رومي. السفره يا مغازي لا غنى عنها في ان احنا يكون عندنا طبق سلطه لطيف. اي نوع سلطه احنا حابينه بقى، سلطه خضراء، سلطه الذره الصفراء، زي ما احنا عايزين. ايه رايك في العجينه دي تكون مكانها هنا معانا؟ عشان بس نجيب للساده المشاهدين قبل وبعد وبعد. تقدري تعملي من العجينه دي فطاير. مقادير على الهوا. تقدري تعملي من العجينه دي فطاير. فطاير باللحمه، فطاير بالدجاج، فطاير بالجمبري، فطاير بالجبنه، من نفس العجينه يا شيف. والله من نفس العجينه. طبق السلطه ده عايز اعمله بمزاج. حلو الكلام؟ مقاديره شفناه. خلونا نجيب طبق حلو. يا نعم، طبق حلو شياكه كده يعني من الاخر. هو ده، اللهم صل على النبي. حلو. طبق السلطه ده مكانه كده وانا شغال قدام العجينه الحلوه. باخد الذرة الصفرا دي كده بحطها هنا. لك الاختيار انك انت تخلطها كلها مع بعضيها، ولكن زي الشيف كده لا في وقت، فدايما طبق السلطه بيكون معاكي في المطبخ اخر حاجه، انت والوقت بتاعك، انت والطيب بتاع ضيوفك في الزياره قدامهم وقت. على ما يجوا قسمي والعبي فيه براحتك كده وظبطيه، وتقدري تعملي برزنتيشن عالي وتدلعي الدنيا. الدنيا في زحمه ومفيش وقت، عادي. انت ممكن تعملي طبق سلطه في 5 ساعات، ممكن تعملي طبق سلطه في دقيقه. حلو. ده بصل، انا من هواه البصل في الاكل. بصل اخضر بقى، بصل شرايح، بس يكون في بصل. واقدر ازاي بلباقه اتخلص من ريحه البصل؟ للأمانة والله أقدر أنا، شيف شاطر. ها، ريحة البصل عندنا بتضايقنا. الله يبارك لك يا عم الشيف. فعايزين حاجة كده تمنعنا، تمنع لنا ريحة البصل اللي أنا بعمله دلوقتي. إيه ده مخرجنا؟ ده نعناع أخضر. الله، حلو. زي الفل. أمسك البصلية دي كده. الله عليك وعلى والديك، معاها سنة شبت صغيرة. حولت البصل لحاجة تانية. أنا حولت البصل هنا يا عم الشيف لحاجة تانية. ده ملح وشبت، وشوية كمون. انسى انسى البصل ده يكون فيه ريحة بينا. وادي النعناع الأخضر دخل عليه. واخد البصلية زي ما هي كده. الله، تسلم ايدك يا مغازي والله. طبق سلطة في الشياكة. أنا والله العظيم للأمانة بحلف اهوت اللي انا شامه في ريحه في ايدي دلوقتي، ريحه النعناع الاخضر. البصل مش شامم له اي ريحه لانه نعناع اخضر بلدي. حلو الكلام. عندنا فلفله. حلو. انا بعلمك تعملي طبق سلطه ازاي وترسميه وانت في المطبخ. فلفل ده كده. من ساعه ما جبت الطبق قدامي وانا رسمت الطبق السلطه بجد يا شيف. جبته قدامي من شكل الطبق قدرت ان انا ارسم طبق السلطه. ده الفلفل الاخضر. نعم يا غالي. طبعا ما هي برضه حبايه الفلفل اللي بترسم نفسها في التقطيع. زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. انا من عشاق الفلفل ده، يتاكل كده واحنا قاعدين بيبقى له طعم كده زي مزه، بيبقى لطيف قوي على فكره. ده فلفل اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الطريقه. نفس الطريقه. ايه طبق السلطه اللي تلعب بين ايدك ده يا عم الشيف؟ ايه ده، ساحر انت؟ لا والله، هو بس كل القصه الحب الحب الحب.
ايه ده بقى؟ قول لنا بقى، انت قول ايه ده بقى؟ ده خص بلدي. غسيل الخضروات الورقية قبل التقطيع مش بعد التقطيع من فضلك. انا شايف الخس هتبقى شخصيته اقوى من الخضار. او ما اعمل ايه بقى؟ اهديه بطريقتي بقى. اهديه ازاي يا عم الشيف؟ الحركه دي تهدي الخس، تخليه يمشي في نفس المستوى. وده عصره ليمون. خلص الكلام، نعمله كده على طول يهدى. شفت الخصايه خدت لمعه وبقت رشيقه انيقه. سلام يا شيف، ده انت عملت من الفسيخ شربات يا راجل. وانت يا ام تقدري تعملي من الفسيخ شربات وورد وتعملي كل حاجه حلوه واحسن مني كمان. شفتوا الطبق السلطه ده؟ المخرج عندنا على فكره يا اخوانا يحب الالوان دي، تريحه في العين تريحه في الكاميرا. حلقه النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، فيها رؤيه فنيه من البدايه. عايز اعمل طبق سلطه حلو يقوم بدور طبق ترشي، طبق مقبلات. الأكل عندنا النهاردة ميني بيتزا، عملناها بتفاصيلها، شفنا العجينة وأسرار العجينة، عملنا الموز المقلي المقرمش، شفنا برضو تفاصيله إزاي يبقى مقرمش ولطيف وجميل. للأمانة عملت طبق سلطة معرفش طلع معايا إزاي. كل اللي أنا سمعته في الإربيز من فريق العمل قال لك يا شيف أنت معاك تقريبا 10 دقايق. حلو، خلاص رسمت الوقت بتاعي والسكينة بتاعتي والمزيكا بتاعتي على ان فاضل وقت اقدر ان انا اعمل طبق سلطة بالشكل ده كده واروق على المطبخ. حلو الكلام؟ وعايزك في المطبخ تهتم بحاجتين دايما، النظافة يا امي، ترتيب السفرة اهم حاجة، اللي تفتح الشهية، اللي تجذب الاطفال على السفرة، اللي تخليهم دايما يقولك يا ماما هتعملي لنا اكل النهاردة. الطفل دايما يحب التنسيق، يحب الحاجة تبقى متنسقة قدام عينيه وشايفها، حتى لو شكل طبق خضرة موجود عندك حطيه على السفرة. يعني نقول مع بعض وزي كل يوم كل أوقات جميلة ولحظات جميلة وأجازة سعيدة، رؤية فن إبداع، نشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.